ان احنا استاذ فرحات عشان انا اشرح لك الحاجه المطلوبه بالضبط. احنا الاسره الفقيره بعد ما تم اختيارها احنا بنجيب للاسره دي 5 افراد يصاحبوها لمده سنه صحبه اخوه. ايوه الصحبه دي فيها جوانب، يعني واحد حيرعى المشروع صح، حيرعى الاسره صحيه، اخر حيرعى الاسره اجتماعيه، مشاكل الاجتماعيه في الاسره، واحد حيرعاها يتابع حالة الولد رجع المدرسة التعليم التعليم، الثاني اقتصاديا يتابع المشروع ونجاحه، وآخر حيكون هو القائد بتاع المجموعة، يعني قائد واربع أفراد أي بتخصصات، واحد تعليمي واحد صحي واحد اجتماعي واحد يعني محاسب أو نوع ندير لهم الشيء اللي انت رايح القائد يكون هو يعني هيفترض مثلا كده على التعليم، مش لازم يكون مدرس، مش لازم يكون مدرس، واحد بس مسؤول عن الجانب التعليمي، يتاكد بس ايه الاخبار، يطمن عليهم، لو عندهم مشكله تعليميه يوفر لهم مدرس، هو المسؤول عن الجانب التعليمي. ما دي موجوده ان شاء الله. والصحي مش لازم يكون دكتور. ممكن واحد رئيس الجمعيه لو رئيس مجموعه. بالظبط رئيس الجمعيه هو بس يتاكد من صحتهم ويوفر لهم دكتور بالتراضي. لا احنا عايزين بكره لو تقدر اول ليله اعمل كشف للاسره، كل الاسره. مو احنا عندنا في الحنفيه تقول الحنفيه اللي في الحنفيه اللي في كل البيت كله بيستعمل في الحنفيه اللي في طب ما قلتيش فين حمام؟ تحت هنا تحت كله مع بعض هنا هم كان لا هم هنا فيهم حمام هنا بس احنا لينا حمام تحت. بتكلم على موضوع العبايات والفرجات وحاجات زي كده. ايه رايك يا حاجه؟ ايه رايك؟ هي بقى مش حلو والله مش هو كله يمشي بس يعني عشان طيب حد نستأذنكم بس شويه تعالوا نفكر شويه في الموضوع ونشوف ايه الانسب ليكم وهنرجع نتكلم تاني. طيب احنا هلا فتنا عند العائله وتعرفنا عليهم وايثار انت رحتي برمتي بالشارع ما هيك؟ اوكي طيب خبرينا انت بالاول شو حسيتي في شيء ناقص بالحي ممكن نساعد فيه او هيك؟ هي الفكره المشكله ان في الحته دي اقول لك ان هي كل حاجه في منها اكتر من حاجه، في اكتر من بقاله، في اكتر من بتاع محل خضار، حتى الحاجات اللي هم بيروحوا يجيبوها قريبه جدا. لما قلت لهم تفكروا في ايه في المنطقه محتاجين اقول لك لا كل حاجه موجوده. واللي طلع مشكله اكتر اقول لك لما قعدت لهم يعني الاب بيعمل ايه، هو قاعد طول حياته بيعمل كان بيشتغل في عامل نظافة وسواق حتى اللي هو بعد ما عمل حادثة لظهره. كنت تقول على موضوع التوك توك انا في مخي انا ما اعرفش تعمل ازاي، هو اصلا مش بيسوق بعد حادثة عربية مش بينفعش توك توك لان هو مش بيسوق. البنات الاثنين فهمت فعلا فعلا عايزين نروح المدرسة، بدي اتليست حاجة احنا من ناحية المشروع بتعملها هم عايزين يرجعوا المدرسة. بيناموا كلهم بأوضة واحدة ما بيعملوش اي حاجة، ولا البنت الكبيرة سارة اللي عندها 15 سنة طول اليوم ما فيش احتكاك يعني مع باباها ومامتها قوي، بتقول لك ببقى قاعده في الشارع قاعده مع اصحابي او بتروح تزور اخواتها. هم عندهم مشكله اللي فهمتها ان هي اختهم اللي اتجوزت وطلقت وجوزت وطلقت فبيدفعوا كل الاقساط تقريبا. ها حسيت سنه ان هم يعني بيقولوا ان احنا ندفع لهم بقيه الاقساط، بس يعني اي دونت ثينك مش هنعمل احنا يعني الموضوع ده، ان مفترض انه احنا البزنس اللي بدنا نعمله ني هو اللي يطلع له المصاري ويسدد يعني كذا. بدك تفوتي بهيدي المتاهه عندهم تسجيل الاولاد عليه مصاري بالزبط. وتسجيل البنت اسا ما عندها هويه فعندهم كثير اشياء الان بدها مصاري. البنت الصغيره خالص ما عندهاش اصلا شهاده ميلاد. لو تفكري البنت الكبيره طلعت مدرسه من ثالثه ابتدائي دي اصلا ما فيش دي مالهاش مدرسه، لازم ترجع خمسه ابتدائي لازم ترجع سنه اولى اللي هو الفصل الاول ده او تعمل محو اميه. يعني ابغى نطلع مستفيدين من زيارتنا للعائله. يعني هما هو الرجال بدينا حلول، هو قاعد يقول لنا احنا ممكن نعمل كده بس كده اسهل للوقت، احنا ممكن نعمل كده بس كده ابسط في التعقيدات البيروقراطيه. برضه يعني احنا هو المشروع يعني لازم نخلصه على كده، ولكن برضه ما يعني ابتديتي فيه شقه كبيره ممكن نكملها بعدين. هو صح صح بس انا اقول نجيب كده وكده يعني انا ده انطباع نعمل 2.5 ونجيب له التوك توك، ايه المانع اذا عندنا القدره على كده. انا هذا قصدي يعني احنا تعبنا وقعدنا طول امس مثلا احنا نجمع ونعمل وكذا والناس اتحمست والناس محترمه المشروع محترمه الفكره. ليه ما نستغل الوضع ده اللي عندنا؟ العالم قاعده تشتغل معانا عايشه المشكله. انا اقتراحي على حسب اللي انا رايي واللي شفته ومن حسب كلامه انا شايفه ان هي الست تكون بائعه جوال او هو بائع جوال احسن لهم وافضل لهم زي ما بيقول ايثار، بس عشان مشكله الطفله. محمد السلام عليكم فارس المرحب. الله يسلمك. عشان نور السودان عبد العزيز من السعوديه خالد جاب من مصر. احنا عارفين بتعملوا حاجات خيريه وبتدوا ناس اعمال حاجات زي كده، انما الفكره بتاعتنا هي فكره يعني تقطع شويه تنمويه. اه دلوقتي مش اتفضل اتفضل الكرسي بتاعي. السلام عليكم. كيف حالك؟
تبدا معاه تبدا معاه ممكن تروح لهم البيوت تمشي المدرسه يوم هنا ويوم هنا مثلا المجموعات كل اسبوع او مرتين في الاسبوع حسب فراغك حسب فراغك يعني طب مدرسه احنا دخلنا وقلنا للناظر نرجعها اليوم اليوم هل ادينا ورقه بالموافقه ولا ادينا كلمه مبدئيه؟ لا ادينا كلمه مبدئيه. طب ايش المانع من ادينا ورقه؟ ما هو انا هيقول لك طب انا عارفين اللي هتقول لك على اساس هو هل الملف هو من الاول اللي دخلهم المدرسه طب دقيقه هل هي في مدرسه البراجيل من الاول؟ هي كانت في المدرسه ملفها في طيب يعني ملفها موجود هنا ملفها موجود اه طب خلاص فتره طلع بدا كده سنين طلع اكثر من سنتين في مشكله صح؟ اه مسبحه بس هي ما هي ما بتاخدش الملف اه 9 سنين بس يعني هي بدها تمتحن معه اغنيه وتروح تمتحن طب اقول لك اولا شكرا انكم جيتوا يعني قبلتوا الدعوه احنا باختصار اليوم شايفين احنا انا عزيز العوان السعوديه فارس النور من السودان وراح نتساوي وقادر من مصر وخادم نهدي بالليل الفكره باختصار انه احنا قاعدين نحارب مشكله الامنيه الفكره كلها انه المشروع يعطل الاسره مقابل انه الطفل يرجع للمدرسه دلوقتي يا ابو فريد احنا هنروح السجل المدني فاتح هو بعد الظهر السجل المدني مش دلوقتي اه نروح مكتب الصحه فين هو السجل المدني نروح مكتب الصحه الاول اه هتروح مكتب الصحه عشان نسجل الاول عشان نسجل الاول بعد كده انا يبعتنا على السجل على السجل المدني آه. يعني هم شغالين دلوقتي شغالين آه. طب احنا خدنا دلوقتي اختار الميلاد بتاع محمد في تاريخ الميلاد وجبنا شهاده الميلاد بتاعت اخته وابوه وامه وكنا نروح المدرسه بقى اه بس احنا لازم يبقى قريب من الدرجه الاولى فانا هناخد معانا ايه الاخت يعني الاخت اه مش معانا شهاده الميلاد ماشي ماشي خلاص ما شاء الله يلا بينا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اه حضرتك اللي بدرس محو اميه صح نعم ايوه انا بس عندي طلب صغير في عندي بنت اسمها ساره هي من المنطقه دي ساكنه بالمنطقه دي وهي بخلصها بس لخمسة ابتدائي وبتعرف تقرا وتكتب بس حابه تكمل والمدرسه مش قبلها كبير فحابه ادخلها من محو اميه بس انا من الاردن انا مش من مصر فانا مش عارفه بالضبط شو الاشياء اللي انا اعملها عشان اقدر افوت ساره المدرسه بتجيب صوره لشهاده الميلاد ايوه وصوره شخصيه لها ايوه وبنسجلها هنا في محو اميه التابعه للمجلس المحلي بالقريه ايوه وبتتقدم لامتحانات محو اميه ايوه على حسب الصف للحصول على شهاده محو اميه للالتحاق بالمرحله التاليه للمرحله الابتدائيه ايوه طب اذا انا معايا شهاده الميلاد دلوقتي بتقابلي المسؤولين في المجلس المحلي وتسلميهم صوره شهاده الميلاد وين المسؤولين كده هنا اه هنا اه هنا بتصوري صوره شهاده الميلاد وصوره شخصيه ليها وبتقدميها لل صوره شخصيه اه موجودين معانا موجودين موجودين اه الحمد لله شكرا لك كثير شكرا لك الإدارة فين؟ ما فيش الباب مسكرة. هم تقريباً يعني هنا مبرجين البنت أيوة من القرية نفسها. أيوة. خلاص لا تيجي هنا للأبلة أحلام. أبلة أحلام. آه. عضو في مجلس محلي. أيوة. عضو في مجلس محلي هنا. أيوة. وهي مسؤولة عن مكان طب ممكن اجيبها هون اعرفها على البنات بس افرجيها المكان اللي هي في مرحلة اعدادية بس عادي مش مشاكل تيجي هي ان شاء الله هلا بشوفها بصي خير خالد 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 دلوقتي خلينا نعدي المهام الرئيسية محتاجة ايوه المدرسة على طول اتنين محمد شهادة ميلاد ومدرسة كرو صح؟ اه خضار وفاكهة وما في أي حاجة الأم الأم, الأم الأم عندها خبر في 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 الخضار خضار وفاكهة ما عندها أي خبر والرجال بحكم وضعه الصحي خضار وفاكهة ولا عايز عربية؟ وقال لي فاكهة وعربية عايز عربية بحصان هيك عربية بحصان اه وعايز فاكهة أخضر بس احنا هنسوي لك تدريج خضار فاكهة مش مرة واحدة أيوه الحين بقول لك احنا عندنا الحضانة اكتملت إن شاء الله بس مو شرط يكونوا خمسة لأنه في واحدة عندنا يمكن تمسك حاجتين تمام؟ إحنا عندنا دحين في الواحدة اسمها أستاذة دعاء حتمسك التعليم والاقتصاد لأنه هي محاسبة أوريدي إحنا عايزين نموذج كامل والمعادلة أيوه أيوه طيب بس في أسوأ ظروف يعني لا خليه طيب هي 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 أوريدي إحنا حطينا تعليم وفي واحدة تانية اسمها جهاد هتكون اقتصادي. اه
وفي هناء اسمها في القسم الاجتماعي في واحد اسمه دكتور يوسف صلاح في الصحي وفرحات والليدر حقهم اللي حيكون مسؤول عنهم فرحات. لا يا عيد انا معايا شهاده ميلادها والمدرسه اللي كانت والمدرسه واسم المدرسين هبعتهم لك ما هبعتهم لك مع خالد دياب دلوقتي. خالد دياب معايا. خلاص ماشي يلا حبيبي هيقول لك دلوقتي حالا. سلام عليكم. اطلع انت على المدرسه وهو يجي لك على المدرسه. طب ما تتاخرش عشان النهارده الخميس بيقفلوا بدري. يلا حبيبي مع السلامه. الفصل بتاعي تعالوا دي اول خطوه للنجاح. اول خطوه للفتاه النجاح. دي ساره. السلام عليكم. دي ساره دي من نفس المنطقه. تعرفوا انا ساره. ساره دي ساره جلال. أيوة. مين يا ساره؟ انا بنت جلالي عبد الرشيد. يوم الاحد ان شاء الله هتيجي تقابلي على الاحلام وهتسجلي اسمك وهتقول لك المطلوب منك شهادة ميلاد ليكي وصوره ليكي وهتحدد لك موعد امتى تيجي تاخدي حصصي في ساعه الامتحانات وتروحي تمتحني ان شاء الله. هتجيني لحد في المدرسه اللي عندنا هنا. هتجيني انا واجيبها الاحلام. في عرض عندي عند سميره في بيتنا وانا اجيبك معايا يوم السبت يوم الاحد لان لسه ما بنبقوش هنا. يوم عرض الساعة 10 كده وبدي اياكم في الاردني. انا هحكي بدي اياكم تديروا بالكم على ساره لانه يعني دي بالقلب والله العظيم. وساره انا 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 حكيت معها اليوم وفعلا كثير متشجع انها تدرس كثير متشجع انها ترجع على المدرسه. الموضوع ده بيكلف حاجه ولا لا؟ لا لا هو مجاني كلهم كتب وحتى احنا كمدرسين متطوعين. متطوعين. ايوه يعني بعد عملي باجي هنا. الله يجزيك الف خير. يعني ده اروع عمل الواحد بيعمله متطوع. بارك الله. وشكرا ليكم. ان شاء الله ساره حتنضم لنا. خلاص ماشي ان شاء الله. ان شاء الله. المشكله في الموضوع كلياته انه المدرسه موافقه بس المشكله انه مدرسه عين شمس مسكره والمدرسه هاي موافقه انه ابعتها. فانا مرتاحه جدا لانه احنا يعني اهم شيء عنا هلا نلاقي مشروعين. نلاقي مشروع للام ونلاقي مشروع للاب وهذا اهم شيء في الموضوع لانه الاب والام كثير اصلا متشجعين يحطوا علاقه في المدرسه. فان شاء الله يعني يوم الاحد بروح الاب على المدرسه على مدرسه عين شمس وبنقل ابنه وبتنحل المشكله ان شاء الله. وساره انحلت مشكلتها وراح تتسجل بمدرسه محو الاميه. ف ان شاء الله خير بس انا ما معيش ولا ورقه رسميه. ف بعرفش استاذ عمرو يعني حيوافق على اللي انا قلته ولا حيقول لي هبه انت ما جبتليش اي حاجه رسميه. الله يستر.